ذكرها السيد المسيح، سماها ملكة التيمن أو ملكة التيمن، وقال كده إن ملكة سبأ ستأتي في يوم الدين وتدينكم. كان بيكلم الجماعة اللي هم بيكلموه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهوذا أعظم من سليمان؟ ها هنا السيد المسيح بيتكلم عن نفسه. فعايزين نشوف حكمة سليمان اللي جذبت ملكة سبأ تيجي من آخر الدنيا علشان تسمع عن حكمة سليمان. هي بصراحة لما سمعت عن سليمان أتت من أقاصي الجنوب، وملكة سبأ دي كانت في أثيوبيا أو الحبشة، وأتت من آخر الدنيا علشان تشوف حكمة سليمان. فهي فوجئت بسبع أمور عجبتها جدا عند سليمان. نمرة واحد في السبعة حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقائه وملابسهم ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب. سبع حاجات أعجبت بهم ملكة سبأ. حكمة سليمان لما نيجي كده نحطها جنب المسيح، هوذا أعظم من سليمان ها هنا. فكان السيد المسيح قيل عنه أنه المزخور فيه أو المزخر فيه جميع الحكمة، جميع الحكمة. السيد المسيح في حكمته ورانا كلام زي ما اتكلم بأمثال، وزي ما قال عن نفسه سأفتح فمي وأتكلم بمكتومات منذ تأسيس العالم. يعني في حاجات مكتومة اتكلم بيها السيد المسيح محدش اتكلم فيها لا من بعد ولا من قبل. وكان السيد المسيح يعتبر هو أبو الحكمة، وهو اللي بناخد منه الحكمة، وهو اللي عطانا الحكمة. فالسيد المسيح بركة كبيرة ان هو يذكر ملكة السبأ اللي هي جت من أقاصي الجنوب علشان تسمع حكمة سليمان. سليمان معنى اسم سليمان يعني وجد السلام. كلمة سليمان معناها وجد السلام. لكن المسيح هو ملك السلام. في كل قداس أبونا يجي يصرف الملاك وهو بيرش الشعب يقول يا ملك السلام اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا. سليمان وجد سلام بينه وما بين ربنا. جه في يوم من الايام وقف يصلي، وبعد كده يعني طرا ليه ربنا عايز ايه يا سليمان؟ قال له يا رب انا مش عايز اي حاجه من الدنيا، انا لا عايز مال ولا جاه ولا عايز اي حاجه في الارض سوى ان انت تديني الحكمه، اديني يا رب الحكمه. فربنا قال له انا هنعم عليك بالحكمه وبرضه بجوار الحكمه، عشان انت ما طلبتش اي حاجه ارضيه هديك المال وهديك النعم الكثيره والوفيره في الارض بجوار الحكمه اللي انا ايه اللي انا هديها لك. فعشان كده ملكه سبأ لما جت اخبرت سليمان باسئله كثيره جدا، وزي ما اخبرته فسر ليها وعطاها كده الأجوبة اللي هي كانت فعلا رضيت عنها وفعلا إيه يعني فرحت بهذه الأجوبة وهذه الحكمة الخارجة من فم مين؟ من فم سليمان. من ضمن حكمة سليمان إنه هو جالس على العرش بتاعه على الملك، يجوا اتنين ستات في قضية ويقفوا قدام الملك سليمان، والقضية بتاعتهم ان هما الاتنين متزوجين في بيت واحد وسلايف، ودي خلفت ولد والتانية خلفت ولد، واحدة فيهم ابنها مات، فتاخد ابنها بالليل كده بالشويش الميت وتحطه لسلفتها التانية وتاخد ابنها الحي،
والتانية تصبح الصبح تلاقي العيل اللي ميت جنبيها ده مش ابنها بل ابن سلفتها، تصرخ وتقول لها ده مش ابني، والتانية تقول لها لا ابنك انت اللي ميت، انا ابني اللي حي. دي تشد في الولد ودي تشد في الولد، مين يحكم بينهم؟ اراحوا لسليمان الحكيم. دي بتقول ابني وده بتقول ابني، يا ترى ابن مين؟ الحكمة اللي عطاها لك ربنا هتتصرف ازاي في الموقف ده يا سليمان؟ فبسرعة راح نادى على السياف، قال له يا سياف اقطع الولد دوك نصفين، اشتروا نصفين وادي كل واحدة من الستات اللي واقفين دي النصف. اللي هي مش ابنها قالت له ايوة اقسم الواد وناخد نصه. التانية الام قالت له لا اوعى تأذي الواد، سيبوه لها كله، سيب لها الواد كله، انا مش عايزة منه، ما تقطعوش. التانية اصرت قالت له لا انت تعمل امر الملك، تقطع الواد نصين. قال لها تعالى ايها المرأة الشريرة، علشان مش ابنك فانت مش خايفة عليه وعايزاه تقطعيه نصين، لكن الام الحقيقية هي اللي خايفة ان ابنها يتجرح جرح ايه؟ جرح بسيط، وقالت تسيبوه لك حتى لو هتربيه وهي تتحرم منه بس ما تشوفوش يتجرح او يتألم. وهنا بحكمة سليمان عرف الام الحقيقية ونادى كده رد السياف وقال له خلاص اطلع انت برا وتعالي يا امرأة يا فاضلة، يا اللي انت خفت على ابنك ده يتقطع او يتشج نصين، خدي ابنك وانت ايها المرأة تعالي علشان انت فعلا ده مش ابنك، خذوها اطرحوها خارجا. وقيل عنها او ينطبق عنها كلام السيد المسيح، وهناك يكون البكاء وصرير الاسنان، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. ربنا بيدي حكمة، علشان كده احنا يا احبائي مطلوب مننا ان احنا ايه؟ ان احنا نطلب الحكمة باستمرار. في حياتنا اليومية في مواقف كتيرة جدا، مواقف كتيرة جدا مطلوبة، مطلوب مننا حكمة، نتصرف بحكمة، نتصرف بحكمة. ان في يوم من الايام واحد جه فلقى واحد في سلام، وهو كده يعني الرجل اللي جاي عايز يقعد مع الرجل اللي في سلام ده، ما وراهش غير يجيب اخبار الناس ويتكلم عن الناس. فلقى الرجل اللي قاعد في سلام ده قال له تعالى يا فلان هقعد معاك شوية، انا جايب لك خبر عايز احكيه لك. فالتاني اللي مليان سلام كده فكر بحكمة، قال له طب تعالى الخبر اللي انت جايبوه لي ده جايبوه لي عن نفسي ولا عن غيري؟ قال له لا انا جايب خبر عن واحد غيرك انت، هحكي لك امور بتاعت واحد غيرك انت. قال له طب الخبر اللي انت هتحكيه عن غيري ده فيه خير ولا فيه مذمة؟ قال له لا ده ما فيش خير ابدا، ده فيه مذمة. قال له طب والخبر اللي فيه مذمة ده هيفيدني ولا هيأذيني؟ قال له لا مش هيفيدك ابدا. قال له خلاص انا مش عايز اسمع منك اي شيء، مش عايز اسمع منك اي اخبار عن اي حد. فاحيانا يا احبائي طبعا ناس بتيجي عايزه تنقل اخبار ناس، وفي نفس الوقت احنا كده بنشترك في ادانه الاخرين ونسمع اخبار وحشه عن ناس، ويا ترى الخبر ده حقيقي او لا، ويا ترى ناخد فكره وحشه او حقيقيه عن الاخرين. فمطلوب ان احنا نتصرف بحكمه زي الرجل اللي مليان بسلام، فكر بحكمة. قال له لا الكلام اللي عندك ده خلاص ما تقوله ليش، انا مش عايز اسمع اي حاجة عن حد، خليني عايش بسلام وخليني كده اعيش ايه بسلام بيني ما بين ربنا، مش عايز ادين حد ولا اسمع اخبار حد ولا اسمع مذمة حد. مهم جدا يا احبائي، يا ترى احنا بنسمع ايه؟ شغوفين نسمع عن الناس ايه؟ شغوفين نسمع عن جيراننا ايه؟ شغوفين نسمع عن قرايبنا ايه؟ شغوفين نسمع عن بعض ايه؟ خلي في ودانك حكمة، ما تخليش اي كلام يتسلل الى قلبك يتعبك او يتعبك. مطلوب ان احنا يكون نطلب الحكمة باستمرار. القديس يعقوب الرسول يقول ايه؟ وان كان احدكم تعوزه حكمة فليطلب من مين؟ من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له.
مطلوب ان احنا نفكر بحكمة، مطلوب ان احنا نطلب الحكمة باستمرار. قصة جميلة برضو جت عن طفل صغير، والطفل دوك عايش في كوخ او في عشة صغيرة مع ابوه البسيط، وابوه بيكد طول اليوم وشغال وراجل اجري بسيط، بس ايه يعني مخلي ابنه الصغير ده عايش في سلام وعايش في فرح، والاب بيتعب علشان يوفر لابنه كل حاجة نفسه فيها. فجه في يوم من الايام الاب والابن دوك اراحوا ماشيين قدام بيت الوزير. الوزير شافهم قال لهم تعالوا اتفضلوا عندي، فدخلوا بيت الوزير انبهروا بالفيلا الكبيرة بتاع الوزير، وشاف كده في بيت الملك وشاف بيت الوزير دوك يعني ايه في كل حاجة وما تشتهيه الانفس، وبيت جميل وفي تحف وفي يعني اساس ايه ومبني بنا حديث جدا. والوزير كرمهم، وفي نفس الوقت جاء الطفل وهو قاعد، والاب ده قالوا له طب يا وزير زي احنا ما جينا زرناك، يا ريتك تيجي تزورنا. قال لهم خلاص وعد ان انا هاجي ازوركم في البيت بتاعكم. اعطاهم ميعاد، وجه في يوم من الايام الوزير خبط على البيت البسيط ده ودخل، وفي نفس الوقت قعد مع الاب البسيط ومع ابنه، وقعده بسيطه جدا، وكرموا الوزير وقدموا على قد ما عندهم ومن جهدهم وعلى قد طاقتهم وقدموا للوزير. وبعد ما الوزير كده خد من مأكلهم ومن مشربهم قعد شوية وطبطب على الطفل الصغير وقال له حبيبي أنا هسألك سؤال. قال له اتفضل. قال له بيتي ولا بيت أبوك اللي أحسن؟ أنت جيت وزرتني وشفت عندي إيه وشفت بيت باباك إيه، يا ترى بيتي ولا بيت باباك الأحسن؟ الواد قعد كده يفكر، يا ترى يعني أنا لو قلت بيتك أحسن هجرح بابا اللي دايما بيكد من أجل ويتعب ويقوم بدري ويأخر ويسهر في شغله علشان يوفر لي كل إيه كل احتياجاتي، فإن قلت بيتك يا وزير الأحسن بابا إيه هيزعل، وإن قلت بيتنا أحسن يبقى أنا كده يعني أبقى منافق، بيتنا على الجد خالص، يا ترى أعمل إيه؟ قعد الواد كده يصلي ويفكر يجاوب إيه؟ فراح جاوب على الوزير وقال له يا وزير بصراحة عايز أقول لك الحقيقة، بيت أبويا اللي أحسن علشان أنت موجود معانا الآن، بيت أبويا الأحسن عشان أنت فيه دلوقتي، عشان أنت موجود فيه دلوقتي. وفعلا الوزير راح سقف للولد على الحكمة اللي ربنا عطاها له، وكأن بيتهم البسيط ده حلو بوجود الوزير اللي جه يزورهم، وحلو البيت البسيط لما يكون فيه الوزير، حلو بيتنا البسيط لما يكون فيه ربنا، حلو بيتك البسيط لما يكون فيه ايه؟ فيه ربنا. بيت سليمان فيه ربنا، بيت سليمان فيه نعم كتيرة. جت ملكة سبأ من أقاصي الأرض علشان تشوف الخيرات والبركات وحكمة سليمان، فرأت عنده 7 حاجات. قلنا نمرة 1 حكمة سليمان، نمرة 2 البيت الذي بناه، نمرة 3 طعام مائدته، نمرة 4 مجلس عبيده، نمرة 5 موقف خدامه وملابسهم، نمرة 6 سقاءه وملابسهم، 7 محرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب. يبقى حكمة سليمان مطلوبة ان احنا نتعلم الحكمة، واحنا معانا الحكمة ونطلب من الله باستمرار يدينا الحكمة قبل ما نجاوب وقبل ما ندخل في اي مناوشات او اي كلام، بل المسيح معانا هو وعدنا وقال اعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها. يبقى قلنا اول حاجة شافت في سليمان ملكة سبأ حكمة سليمان، نمرة 2 البيت الذي بناه. سليمان بنى بيت اللي هو هيكل للرب وبناه في كام سنة؟ في 46 سنة. وكان طبعا
مبنى كبير جدا جدا وضخم، ويا ترى المبنى ده كله كان قائم على كام عمود؟ كان قائم على عمودين اتنين، على عمودين اتنين، والعمودين دول بيرمزوا لحياة الإنسان في العهد الجديد للميلادين، لكل إنسان فينا له ميلادين. الميلاد الأول أنت اتولدت من بطن أمك، والميلاد الثاني أنت اتولدت في المعمودية، بالمعمودية. الميلاد الأولاني للإنسان وشه بيكون للأرض، الميلاد الثاني وشه بيكون للسماء، لما يجي أبونا يغطس الطفل بيكون وشه للسماء وكأنه يتولد من جديد في المعمودية. ولذلك احنا بنؤمن بمعمودية واحدة، تلاقينا كلنا مترابطين كمسيحيين في المسكونة كلها، مترابطين بالمعمودية الواحدة، ايمان واحد، رب واحد، معمودية واحدة. عشان كده البيت الذي بناه كان بيرمز للعهد الجديد، وكان بيرمز للحياة مع ربنا باستمرار، للحياة مع ربنا باستمرار. نمرة ثلاثة أعجبت بها ملكة سبأ في بيت سليمان هي طعام مائدته. لما نيجي نقرأ في أخبار الأيام الثاني نلاقي طعام المائدة بتاع سليمان كان بيقدم طعام شديد جد، كتير كتير خالص، لدرجة المائدة بتاعة سليمان كان يبقى عليها مثلا ايه 300 خروف، 200 من البقر، حاجات كتيرة جدا، مائدة كبيرة قوي ممكن توكل 2000-3000 شخص. ودي كانت بترمز لمائدة المسيح، ودي كانت بترمز لذبيحة العهد الجديد، ذبيحة التسبيح. النهاردة المسيح قدم نفسه هو ذبيح، قدم نفسه عننا وعن خطايانا. ولما يجي كده نتناول من جسد الرب ودمه، شايفين قربانا قدامنا، بس بفعل الروح القدس وحلول الروح القدس عليها بيتحول هذا الخبز إلى جسد الرب، وهذا المزيج اللي في الكأس إلى دم الرب. وفي نفس الوقت كده يجي الكاهن يصلي ويقول خذوا كلوا هذا هو جسدي، اشربوا هذا هو دمي. يا ترى الكلمة دي جبتها منين يا ابونا؟ دي تسليم أبائي. السيد المسيح في يوحنا 6 لما سلم التلاميذ أخذ الخبز، يقول لك وكسر وأعطى التلاميذ وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، هذا هو جسدي. ناس تانية تيجي تقول لك ايه، لا ده كسر خبز وبنعمله زي ذكرى، لكن لا ده مش ذكرى ابدا. المسيح بتاعنا بيدينا جسده الحقيقي، بيدينا جسده الحقيقي. حتة تانية مهمة لازم نعرفها، مسيحنا عمره ما كذب علينا، عمره ما قال حاجة غلط او كذب. مسيحنا قال لنا الصدق باستمرار، مسك الخبز وقال ايه، قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، ما قالش ده ذكرى، ما قالش ده اعملوه يعني كده يبقى كده زي جسدي، قال لا ده اهو في ايدي خذوا كلوا هذا هو جسدي. يبقى هنا سر التحول والبركة الكبيرة، ان ايه كلام المسيح هنا اللي كان بيقول للشيء كن فيكون، خذوا كلوا هذا هو ايه جسدي، فصار جسده. فهنا كده دي حتة مهمة جدا في التحويل الخبز لجسد الرب ودمه بفعالية الروح القدس وقوة وعمل الروح القدس. السيد المسيح اللي طلع عيني الأعمى وفي نفس الوقت كده حط طين وقال له روح اغتسل في بركة سلوام، ما كانش بيكذب عليه، ما كذبش عليه، فعلا الرجل غسل وشه بسرعة، لقى عينين بسرعة، لقى عينين. كان يلاقي واحد كده يقول له مغفورة ليك خطاياك، الناس تقول ايه ده، هو مين اللي يغفر الخطايا؟ هو معقولة في حد يغفر الخطايا؟ يقول لهم انتوا شكيتوا في الكلمة؟ انتوا شاكين ان اتغفرت ليه خطايا؟ طب مش شايفينه قاعد ومش قادر يتحرك؟ طب قوم وامشي، قم احمل سريرك واذهب الى بيتك، احمل الفراش اللي انت نايم عليها وقوم شيلها كده وامشي. يروح الرجل المقعد دوك يقوم يشيل الفراش بتاعه ويمشي. ده الناس شايفاه مقعد من زمان، اصل الناس شكت في مغفرة الخطايا
الحاجة العمل السري اللي ربنا بيقول لك خلاص الكنيسة فيها أسرار، تيجي تعترف وأبونا يصلي لك التحليل اتغفرت خطيتك. طب أعرف إزاي اتغفرت خطيتي؟ الناس قبل كده قالوا مين اللي بيغفر الخطايا؟ شكوا في كلام المسيح. عشان يثبت لهم ان خطايا الرجل ده غفرت، عمل لهم معجزة كده ان هو كان مشلول، قال له قوم قوم وامشي. اللي خلى الكلمة التانية بقت حقيقية وقام ومشي، يبقى الاولانية مغفورة ليك خطاياك فعلا حقيقية واتغفرت ايه ليه خطاياه. انا وريتكم حاجات قدام عينيكم ووريتكم حاجات كده ايه تؤمنوا بيها سرا ان ربنا بيغفر الخطايا. انت مش قادر تؤمن ان ربنا يغفر الخطايا؟ طب ازاي امنت وشفت بعينك ان انت شفت الرجل المقعد ده جام ومشي؟ عشان كده مسيحنا يا احبائي بيدينا بركات كبيرة وبيدينا ان احنا يكون عندنا حكمة ونطلب الحكمة باستمرار، اللي جت ملكة سبأ من اقاصي الايه الجنوب علشان تشوف حكمة سليمان. يبقى قلنا كده حكمة سليمان البيت الذي بناه، طعام مائدته، مجلس عبيده. مجلس عبيده ان هنا في الطعام اللي بيعمله كان برضه بيقدم، والعبيد والخدام كانوا يقدموا الاكل وفي نفس الوقت كان بيشتركوا في الاكل وياكلوا في الاكل. دي بترمز الى ان كده السيد المسيح بيدعي كل الناس ان هي تتقدم للمائدة، تتقدم لجسده وتتقدم لدمه. خذوا كلوا هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي، يعطى لمغفرة الخطايا. كل ما تقرب لربنا هتحصل على مغفرة الخطايا. نلاقي كل اللي يجي يتناول من الجسد، لو الأعداد كام، لو ألاف بيكفيها الجسد الواحد. القربانة اللي هي اتحولت لجسد تكفي كل الحاضرين. ودي كانت رمز لطعام مائدة سليمان وإلى مجلس عبيده. مجلس إيه؟ عبيده. مجلس عبيده إن العبيد دول اللي كانوا بيتعاملوا بكل حكمة وكل خدوا الحكمة من سليمان ويشتغلوا مع بعض بمحبة بقوة، دول كانوا بيرمزوا برضو لأن إحنا خلاص إحنا يا رب عبيدك، ولكن احنا مش من النهارده مش هنكون عبيد بل ايه بل ابناء. لا ادعوكم عبيدا بل ابناء. ولما نيجي نصلي المسيح يقول لك لا انت مش عبدي ابدا، انت ابني. ولما تيجي تصلي لي قل لي يا ابويا، ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. كل ما نيجي نصلي نقول ابانا الذي، خلاص بيجي اب لينا، بيجي ايه بيجي اب لي. ويقول لنا كده إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونوا أحرار. فهنا خدنا الحرية من المسيح وعطانا الحرية وصرنا كده إن إحنا أولاده، والإبن بيرث أبوه أما العبد فلا يرث إيه أبوه. ورثنا البركة، ورثنا النعمة، ورثنا العهد الجديد من فم رب المجد مين؟ يسوع المسيح. يبقى مجلس عبيده نمرة خمسة، موقف خدامه وملابسهم. كان كل واحد من الخدام له ملابس، له ملابس عشان تظهره. واحنا لما نيجي نصلي يجي كده الخدام حوالين المذبح يكون لهم ملابس بيضاء، ويكون الكاهن يلبس ملابس بيضاء. ليه بتلبس التونيا يا شماس؟ ليه ابونا بيلبس التونيا؟ علشان كده يفكرنا بالسماء اللي كل حاجة فيها بيضة، وان احنا كده بنتشبه بالملائكة، وان احنا حوالين المذبح في العهد الجديد ان احنا كده بنصلي، والوقت كده نلاقيه بيجري بسرعة في وجود رب المجد وفي وجود كده الطقوس الجميلة والالحان والصلوات والليتورجية والعمل الجماعي ان احنا كلنا بنشارك فيه. ويكون فيه الخلاجي، الخلاجي بيحوي الثلاث قداسات البسيلي والكورولوسي والغريغوري. ويجي كده الاباء ينظمونا صلوات القداس، وصلوات القداس ده اسمه الليتورجيه. الليتورجيه
كلمة يونانية معناها العمل الجماعي. العمل الجماعي، ايه موضوع العمل الجماعي ده؟ العمل الجماعي ان رتبت الكنيسة ان يتصلى القداس في كل كنيسة هو هو، القراءات هي هي في كل مكان. يعني اللي حضر قداس النهاردة الصبح نلاقي انجيل انجيل كان عن وكيل الظلم، مدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة صنع. لو رحت الكنيسة اللي هي مثلا في حلمية الزيتون هنلاقي ايه؟ نفس الانجيل هو هو. لو رحنا الامير تدرس هنلاقي الانجيل هو هو. لو رحنا الصعيد او اسكندرية هنلاقي الانجيل هو هو. لو سافرنا برا هنلاقي الانجيل هو هو بتاع وكيل الظلم. فده اسمه عمل جماعة في كل كنيسة، القراءات هي هي والشعب بيشارك، واحنا هنا بنشارك في القداس، اللي هناك بيشاركوا، اللي فاخر الدنيا بيشاركوا، كلنا كأننا أعضاء في جسد المسيح وكلنا بنشارك بنفس القراءات ونسمع نفس الإنجيل ونسمع نفس يعني إيه كل الترتيبات بتاعة الكنيسة في كل كنيسة. في الخلاجي قطعة يقول لك يقول الكاهن، قطعة تانية يقول لك يقول الشماس، بعد كده قطعة تالتة يقول لك يقول الشعب. عشان كده مهم جدا ان احنا نشارك في العمل الجماعي، وفي كلمة يقول الشعب كلنا نشارك في الصلاة. ربنا عايزنا كلنا نشترك في الصلاة. طب يا رب انا ما بعرفش اصلي او صلواتي على جدي، اشارك اقول ايه؟ شارك في الصلاة ولو بكلمة كيريا ليسون، او كلمة يا رب ارحم. كلمة يا رب ارحم دي جت في يوم من الأيام نجلت الجبل، وكلنا عارفين القصة إن جه الأنبا برقام ابن زرعة في أيام المعز لدين الله الفاطمي، جاله أمر إن الملك قالوا له قدامك 3 أيام، أنت عندك آية في الإنجيل بتقول إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل تقول للجبل انتقل فينتقل. قدامك 3 أيام تنجل فيها الجبل، ما تنجلش الجبل هم في الدنيا وهم في المسيحية. ويجي الأنبا برقام يعني يأمر بصلاة 3 أيام صلاة وصوم للكنيسة كلها، والناس تصوم والناس تصلي، والست العذراء تظهر له وتقول له يا أنبا برقام في واحد حامل جرة ماء هيجي لك يسلم عليك، هو ده اللي هينجل الجبل. يجي عم سمعان كده راجل بسيط يسلم على البابا ويتكلم مع البابا يقول له حبيبي انا في امر كده جاي لي من السماء من فوق، انت اللي هتنجل الجبل. يا سيدنا ده انا راجل فقير، ده انا راجل خياط على جد بعمل كان جزمه ولا خراز وراجل فقير، ما انجل الجبل ازاي؟ قال له حبيبي ما تحاولش، الامر ده من ربنا والعذراء هي اللي ظهرت لي وقالت لي. قال له خلاص يا سيدنا ان دام دوك الامر ده من عند ربنا انا مش هتاخر، بس ليا طلب، تجف انت قدام وانا اجف وراك، وكل اللي هنقوله نخلي الشعب يقول كيريا ليسون يا رب ارحم. وفعلا البابا وافق، ووقف البابا في الاول وعم سمعان ده وقف في الاخر، وبدا يقول ان يصلوا وخلى الناس تقول كيريا ليسون، وكل ما يقولوا كيريا ليسون الجبل يتحرك لحد ما كان في وسط البلد. جه دلوقتي مكانه اللي هو في المقطم، ولحد النهارده المعجزه بتتكلم. وطبعا دي كانت بركه كبيره من القديس سمعان الخراز، وبعد ما الجبل انتقل ترنت هو حب يقعد في الاخر عشان يختفي بعد ايه؟ بعد نجل الجسد، بعد نجل الجبل. وبعد كده بص البابا وراه ما لقاش الراجل البسيط البركه، عرف ان هو حب يختفي ويمشي عشان الناس ما تمجدوش ولا تشكره، لانه حافظ على ايه؟ على موقفه بينه وما بين ربنا، موقفه بينه وما بين ربنا. يا مناس عبارة عن خدام بسيطة بتنجل الجبال، يا مناس بتكون خدام بسيطة قدام وحوالين المذبح وليها فعالية وليها قوة وليها بركة بتاخدها من رب المجد يسوع المسيح. موقف خدامه وملابسهم. نمرة 6 سقائه
وملابسهم. السقاه اللي هم السجه، السجه دول اللي هم كانوا بيسجوا الناس. واحد يجي يقول لك كده، طيب يا ربي هو دي شغلانه؟ واحد يجي يسقي ميه لواحد ولا يسقي لواحد اي حاجه، هو دي حاجه؟ هي دي خدمه؟ دي كانت في العهد القديم او في وجود السيد المسيح تعتبر اكبر خدمه، انك ايه؟ تقدم لواحد شويه ميه. حتى السيد المسيح فيما بعد قال كده، ان من سقى احد هؤلاء الاصاغر كاس ماء باسمي، ربنا هيعوضه كثير وكثير، وان ربنا مش هيضيع اجر كوب ماء بارد. يعني واحد عطشان وعطيته كوبايه ميه بارده ساجعه، يعني انت ربنا ليك اجر عند ربنا، بس ليه جالك كوب ماء بارد؟ ما يكونش في الصيف مثلا واحد يجي يطلب منك كوبايه ميه، تروح تفتح الحنفيه وتجيب له كوبايه ميه سخنه، سخنه خالص، ما هو ما ينفعش. هتقدم العطيه البسيطه، قدمها بحب، لا على الاقل نجيب ميه من الثلاجه نرتيها، نقدم للناس كوب ماء بارد لا يضيع اجره. السيد المسيح لما جه يوعظ على الجبل قال لك كده ايه؟ متى صنعت صدقه فلا تصوت قدامك بالبوق. لا تصوت قدامك بالبوق. بل متى صنعت صدقة لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك. معناه ايه الكلام ده؟ زمان كانت أكبر صدقة بيقدموها يقدموا المية للناس اللي عايشة في الجبال، والناس اللي ما عندهاش مية ولا حنفيات ولا ترع تشرب منها ولا أي مجاري مية أو مجرة مية توصل المية للناس دي. كانت ناس فقيرة مش لاقية مية. ففي ناس كانت تعمل إيه؟ تملى زي جربة كبيرة ويشيلها ويطلع بيها على الجبل ويسقي الناس الفجرة اللي ما عندهمش مية، وكده بيقدم صدقة. بس يعمل إيه؟ يروح يصوت قدامه بالبوق، يمسك مزمار كده أو زمارة كبيرة يزمر بيها، كل الناس تعرف ان بتاع الميه جه، اللي بيدي صدقه ميه جه، فنطلع نشرب منه. ومش كده وبس، يلم الناس ويديهم الميه ويقول له خد اشرب وادعي لي، خد لولايا ما كنتش هتلاقي الميه دي، خد انا جاي مخصوص عشان اقدم لك الميه دي. كان السيد المسيح قال له لا، متى صنعت صدقه فلا تصوت بالبوق. في ناس فجيره مش لاقيه ميه، بس حاطط الجرار بتاعه قدام بيته، حطت جدرة كده أو زير أو جلة املاها له في الخفاء وخلاص. مش لازم تنفخ بالبوق، ومش لازم انك انت ايه تبحث ان واحد يدعي لك عشان تسجيه مية، وبكده تكون استوفيت خيراتك على ايه؟ على الأرض. بكده تكون استوفيت خيراتك على الأرض. عشان كده السيد المسيح قال كده ايه؟ ان هو لا يضيع أجر كوب ماء بارد. وصلت مية لحد واحد كده مش طايل مية، وصلت له، انت كده خدت بركة الكوب الماء انك انت توصله للمحتاجين. تعالوا النهاردة الناس كلها عندها مية، ولكن السيد المسيح كان بيتكلم على فئة، وما زالت لحد النهاردة ياما ناس في مناطق نائية بتحتاج للمية. ويا بخت الناس اللي هي ايه تخفف عن ألمات الآخرين وتقدم للآخرين وتفرح بتقدمة الآخرين. آخر حاجة أعجبت بها ملكة سبأ، محرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب. كان سليمان بيقدم محرقات لربنا باستمرار. المحرقات هي الذبيحة، تعتبر ذبيحة. عشان كده نقول النهاردة، نقول إيه؟ لتكن رفع يدي كذبيحة مسائية أمامك يا رب. لتكن رفع يدي كذبيحة مسائية أمامك. رفع ايديك ده تعتبر ذبيحة. اتعود ترفع ايديك قبل ما تنام، اتعود ترفع ايديك الصبح لربنا. مر اسحاق يقول ايه؟ ارفع يديك بالصلاة قبل ان يرخيها الموت. ارفع يديك بالصلاة قبل ان ايه؟ ان يرخيها الموت. المحرقات والذبائح كانت في العهد القديم. عشان واحد يجي يعترف لازم يقدم ذبيحة،
واحدة تيجي تعترف لازم تجيب ذبيحة معاها وتعترف وتحط ايدها على الذبيحة وتنتقل الخطية من الشخص او الشخصة للذبيحة، وبعد كده الكاهن يذبح الذبيحة وتندبح الذبيحة البارة ديك اللي ما عملتش خطية، تندبح عن الانسان اللي عمل خطية وماتت الذبيحة اللي هي البارة وعاش الانسان واتنجلت منه الخطية للذبيحة اللي اتذبحت. النهاردة احنا مسيحنا هو اللي حمل خطايانا، مسيحنا هو اللي اتذبح على الصليب من اجلنا وعطانا الحياة وعطانا ان احنا نحيا وهو اللي يموت. علشان كده احنا نقول له يا رب تكن رفع يدي كذبيحة مسائية، كل يوم ارفع ايدك كذبيحة قدام ربنا، اعمل زي سليمان اللي كان بيقدم ذبيحة لله وكان بيقدم ذبائح لله. الذبائح في العهد القديم كانت مكلفة، لكن النهاردة عبارة عن رفع ايدك بس، دي تعتبر ذبيحة. ارفع ايدك باستمرار، ارفع وجهك باستمرار للسماء، ارفع قلبك باستمرار ليه؟ للسماء. ربنا بيفرح انه يسمع صوتك، ربنا بيفرح انه يسمع صوتك. عشان كده مهم جدا ان احنا في الصلاة ربنا بيكشف عننا عن حاجات كتيرة. يقول لك متى قدمت قربانك وهناك تذكرت ان لأخيك شيء عليك، فاترك قربانك واذهب اصطلح مع اخيك وحينئذ تعالى قدم القربان. عشان كده ابونا بيجي في الاخر يقول ايه، يا جماعة اللي مخصم حد ما يتناولش. طب يا ابونا انا يعني برضو في شوية حاجات كده مع اخويا تحرمني من التناول. طب يا حبيبي تعال تعال تناول، بس روح كده صبح على اخوك، روح كده صبح على جارتك، ما يكونش في قلبك كده شايل من حد. على الاقل لو في سوء تفاهم، في سوء تفاهم بينك ما بين حد، ما يكونش قلبك شايل. ما تتمناش الغضب لحد، ما تتمناش الشر لحد، سامح باستمرار. التسامح ده بركة كبيرة ربنا حطها في قلبنا، خلي ربنا يسكن في قلبك، هيخليك تسامح، هيخليك تنسى، هيخليك تصفح. كل ما تجرب للمسيح هتنسى وهتصفح وهتحب ربنا أكتر وهتقدم ذبيحتك المقبولة لدي ربنا، مقبولة لدي ربنا. ربنا بيفرح برفع الإيدين، ربنا بيفرح برفع إيديك. ارفع إيديك باستمرار، ارفع إيديك باستمرار. ربنا بيفرح بالإنسان اللي يقول يا رب، وأحيانا ربنا بيسمح بشوية متاعب علشان إحنا نقول له يا رب. وعشان كده سليمان كان حكمته الكبيرة اللي هو خدها من ربنا على الأقل يشكر ربنا بيها، بأن هو يقدم محرقات لربنا، يذكر ربنا باستمرار. داود النبي يقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. اسم ربنا بينجيك من حاجات كتيرة، اسم ربنا بيفرح قلبك، اسم ربنا كده بيديك طمأنينة، بيديك فرح، بيديك فرح باستمرار. عشان كده يا أحبائي لما نشوف القديسين اللي استخدموا اسم ربنا نجاهم ربنا من شرور كتير، نجاهم ربنا من ضقاط، نجاهم ربنا من متاعب. ليه؟ بسبب اسم ربنا. اسم ربنا اللي استخدمه داود النبي لما حارب جلياط وقال لجلياط أنت تأتي إلي بسيف وترس ورمح، أما أنا آتي إليك باسم رب الجنود. حط كم زلطة كده في المجلع بتاعه، ضرب بيهم جلياط وجع. وطبعا يقول لنا الكتاب ان الحجر منهم ارتز في جبهة جلياط، يعني دخل جوه زي الرصاصة اللي تدخل، ارتز يعني دخل ما وجعش، الزلطة ما وجعتش تاني، الحجر ما وجعش تاني، دخل جوه. مين اللي ايده تقدر تدخل الحجر ده يدخل في جبهة جلياط؟ ده ايد ربنا يا احبائي اللي بتخلينا ننتصر على العدو، تخلينا ننتصر على الشيطان. عشان كده ملكة سبأ جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، ونحن معنا أعظم من سليمان ها هنا. يسوع المسيح هو معطي الحكمة، هو اللي بيدينا الحكمة باستمرار. ملكة سبأ جت فرحت بسبع حاجات
مع مين؟ مع سليمان. نقول السبع حاجات، قلنا نمرة واحد فرحة بحكمة سليمان، فرحة وسمعت عن البيت الذي بناه، فرحة وسمعت عن طعام مأدته، وأربعة عن مجلس عبيده، وخمسة عن موقف خدامه وملابسهم، وستة عن سقائه وملابسهم، وآخر حاجة فرحت بيها هي محرقات سليمان اللي كان بيصعدها في بيت الرب. النهاردة احنا قدام السيد المسيح اللي عطانا سبع أسرار، هي فرحت بالسبع حاجات دول. وإحنا في كنيسة العهد الجديد بنفرح بالسبع أسرار، بنفرح بالمعمودية، بنفرح بالميرون، بنفرح بالتناول، بنفرح بالتوبة، بالاعتراف، بسر مسحة المرضى، بالكهنوت، بسر الزيجة اللي بيوحدنا ويخلي فيه قديسين للكنيسة. عشان كده يا أحبائي الحكمة قال عنها الكتاب إن هي بنت بيتها، أسست أعمدتها السبعة. قلنا إن هيكل سليمان كان فيه عمودين بس، لكن في الحكمة أسست أعمدتها السبعة، وأعمدتها السبعة دول هم أسرار الله المحيية، أسرار الله الإيه؟ المحيية، الأسرار اللي بتنعشنا، اللي بتفرحنا، اللي بتوجدنا وتخلينا دايما إن إحنا بقينا مسيحيين ودعي علينا اسم مين؟ اسم السيد المسيح. بركة هذا المساء المبارك تشملنا وتفرحنا، ونقول له يا رب زي ما جت ملكة سبأ من أقاصي الأرض علشان تسمع حكمة سليمان، اجعلنا إحنا ناخد الحكمة منك وتعرفنا طريق الحكمة اللي خارجة من فمك ومن تعاليمك. يباركنا بكل بركة روحية، وبركة رب المجد تشملنا وتفرحنا، تباركنا بكل بركة روحية لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد، آمين. فضلوا نصلي.